عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم. فالصوم من العبادات الجليلة، اختصه الله لنفسه ووعد عليه بالأجر العظيم، وهو وقاية من المعاصي ووقاية من النار وسبب للبعد عنها يوم القيامة. فحري بالمؤمنين أن يبادروا إلى هذا العمل العظيم وتحمل ما فيه من المشقة اليسيرة التي يعقبها الفرح العظيم عند الفطر. فاغتنموا أيامكم بالخير وسارعوا وبادروا حتى تكونوا على أفضل حال. نسأل الله أن يكتب لنا وإياكم الخير.